مش هبطل اتكلم في تصريح هام جدا، وانا بشوف ان هو تصريح للتاريخ من جانب الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، وهو بيقول ان احنا اخترنا اللعيبه اللي شاريه الزمالك. الراجل ده قال التصريح والناس عدته او مرت عليه مرور الكرام، ولكن لما شفنا وتابعنا العقليه وردود الافعال والتصريحات في فتره التوقف من كل لاعب او من صفقه او من اي صفقه من الصفقات المنضمه حديثا لنادي الزمالك، لانهم كلهم بيقولوا نفس الجمله، احنا ما بصناش على اي عروض، احنا اشترينا وجودنا في نادي الزمالك، احنا عايزين نكون موجودين في نادي الزمالك، احنا ما شفناش حاجه غير جمهور الزمالك ومقدرين جدا فكره الكيان. تربط كلام كابتن حسين لبيب بتصريحات اللعيبه، تعرف ان هي دي العقليه الصحيحه اللي ماشي بيها ومدى نادي الوفاء، الزمالك والطريقه اللي بيدار بيها النادي. ده دليل على وفاء اللعيبه. طبعا تصريحات كابتن حسين لبيب اكيد تاتي من اب نادي الزمالك اللي هو المسؤول الاول عن نادي الزمالك، دايما بيعطي تصريحات تحفيزيه للعيبه، بدليل ان احنا بنشوف. انا بكلم حضرتك في جزئيه تانية اللي هي المعايير اللي بيتم انتقاء فيها اللعيبه، هو مش بس بيبص على النواحي الفنيه ولا النواحي البدنيه ولا القيمه التسويقيه للاعب، هو بيبص على على اللي هو العقليه. العقليه بتاعت اللاعب نفسه. بدليل انت بتشوف دلوقتي عبد الله سعيد بيحيي الجمهور، بتشوف احمد حمدي كانه كان عايش في نادي الزمالك بقاله سنين طويله، ده دليل على ان شيكابالا لما جه اتكلم عن احمد فتحي قال تحس ان هو موجود او مولود في 100 عقبه يعني داخل نادي الزمالك. طبعا ناصر ماهر يعني صحيح اندمج بسرعه كانه جدا مولود في نادي الزمالك. صحيح. لا خلينا اقول بصراحه يعني جمهور نادي الزمالك برضو ليه دور كبير جدا، يعني ما ننساش دور جمهور نادي الزمالك. احمد حمدي، احنا بنتكلم هنا على احمد حمدي وناصر ماهر وناصر وعبد الله ماهر صحيح. السعيد. انا ما ننكرش دور جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك دايما بنقول انا بحب اسميه ان هو الجمهور الوفي، بيقف في ظهر فريقه في الانتصارات وفي الانكسارات، بيقف في ظهره على طول. انت لو خدت بالك من اللقطه بتاعت مباراه سموحه اللي هي قبل الذهاب نهائي الكونفدراليه، المباراه انتهت بهزيمه نادي الزمالك في الدوري، ولكن مع ذلك حرص الجمهور على الهتاف للعيبه ومؤازره اللعيبه عشان تحقيق الهدف الاسمى اللي هو التتويج بالبطوله، وده اللي اتحقق بالفوز ببطوله الكونفدراليه للمره الثانيه في تاريخ نادي الزمالك. فاعتقد ان اللي بيدخل جوه نادي الزمالك بينسجم سريعا، الاختيارات دايما بتكون بعنايه وبتفكير شديد وباحترافيه ما شفناهاش في نادي الزمالك من قبل.